مؤسسة أكرم المهندس للإنتاج والتوزيع الفني، ميسان الكحلة، موبايل 0770908451. مش كثر على وعلي شمات يوم جفاك، أبطل ما أطبل وامشي بزماطي مثل يعقوب ناطر عني لا تبطاش من شم القميص وطاح في الشاطئ. أنا بسود الشعر والبية يمكن خيط وله الميسانة الشم بيهن القاطي، للشك الاشكال بساعتي الميدان واربط هذا ربا. تسلم تسلم. هول يوم العزي انبابك، هول يوم العزي انبابك، وصبر قعنان 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 يوم العزي انبابك. قال لك تفضل وانت بالباب لسانه لا يطول على المعازيب، صناديق الزلم قالها ابو حسين وعنده قول ثاني لا صناديق. علما قال لك تفضل وانت بالباب لسانه لا يطول على المعازيب، صناديق الزلم قالها ابو حسين وعنده قول ثاني لا صناديق. المعزب لسانه لسان طيرين، هلو كل الهلو ذيك التراحيب، المعزب لسانه تقول قناص يا كلمه هلا بالمرحبا الصير. ابن العماره انت على الكوزر كاتب، ويا حياه الله انت على الكوزر كاتب، يا حياه الله يا الكل كاتب، يا حياه الله انت على الكوزر 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 كاتب، يا حياه الله يا صاحب من تصاحب كون صاحب زين، او دور اللي نوم الساعة الملقى، او لا يغرك المظهر والعرض والطول، وهو يزلام تلبت ساعة الطقة. اكو بيتصريف او يعدل الديوان، واكو بيتقصر بس ماي في الحلقة. المضايف شغلة صعبة وتعشق الريال، وما تهوى الترك سالبته متعلقة، تريد اللوحجة ما يبرد بساع، وكون من الخصم ياخذ غصب حقه. اذا الحكي وضح ما حاجة للتعبير، غير من الاعمار ربع ما نلقى. شال منها الميسان يطارش روح بلغ الجن، منها الميسان يطارش روح بلغ الجن، كل اهل العمارة تقول عين بعين سن بسن. منها الميسان يطارش روح بلغ الجن، منها الميسان يطارش روح بلغ الجن، كل اهل العمارة تقول عين بعين سن. رسالة رسالة منها الميسان يطارش روح بلغ الجن، كل اهل العمارة تقول عين بعين سن بسن. هذول الكلو مخف الذيب وحق الضلع والمحسن، هذول الكلو مخف الذيب وحق الضلع والمحسن، احنا المن طبل الغابة نتريس وعلى راس السبع نسكن. احنا المن طبل الغابة نتريس وعلى راس السبع نسكن، قوة الناصرية وبصرة وعمارة يا الشيطان لا تفتن. قوة الناصرية وبصرة وعمارة كل شيطان لا تفتن. او احنا نطبل الغابة، او احنا نطبل الغابة، ما سلمنا عليه.
ساقرين الدجال العباس عليك وين بالمعارك ساقرين الدجال على حامل حميه والنبي سليمان وثالثهم البصره ويا اهل ذيقار وميسان وخذت منهم حكم وتحصن التحصين لا جن يعبر ولا كائنا من كان نبي سليمان سبع حروس كان يشيل وحكم بيهن الجن ونال عز وشان وانا شايل حرز ما شايل سليمان انا الياسين حرز وسورة الدخان الحروز السبع قالوا ميت آية وياه وقراية الكرسي وسورة الرحمن 12 معصوم درع وسوري العباس وخشم ابليس كسر فتحة القرآن واللي يمتلك ذن وقال يا الله بن عده يخاف الجان والشيطان واللي يمتلك ذن وقال يا الله من عده يخاف الجان والشيطان هالجن مخوف الوادم هالجن مخوف الوادم هالجن مخوف الوادم هالجن مخوف الوادم وانا اكسر مكفى الجن مخوف الوادم